اخباركم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وفيديو اليوم يلقاكم باحسن الاحوال. اليوم نهار جديد وفيديو جديد على القناه، كنتمنى ينال اعجابكم. قبل ما نبداو لا فيديو ديالنا، لاول مره كيزور القناه يدخل يتابونا في لاشين ويضغط على الجرس باش يوصلوا الجديد، وما تنساوش تجمجموا لي الفيديو ديالي وتبارطاجيو مع اصحابكم واحبابكم، ونطلقوا من بعد. في هذا الفيديو غادي نشارك معكم الطريقه ديالي في تحضير بسطيله ديال الدجاج. هي طريقه سهله وجد مبسطه. بلا ما نطول عليكم ندوزوا المقادير وطريقه التحضير. دابا ندوزوا المقادير. انا خديت هنا الدجاج قياس ديال كيلو و600 غرام، ونحيت لهم العنيقات والكبده، خليت غير البلاصه اللي كتكون فيها الهبره، خيضات والصدر هانتوما كتشوفوا. هاد القياس انا كندير معاه ربعه ديال اللوز، كيلو ونص ديال البصله مشلضه، هانتوما راه كتشوفوا راه بدات كطلق الماء. عندي هنايا نص كاس ديال زيت الروميه، قولي المهم كاس ما عامرش ما بين البلديه والروميه. عندي قزبر ومعدنوس طري، ها هو كيف ما كتشوفوا مقرد. بالنسبه للعطريه عندي معلقه ديال القرفه، هاد العطريه اللي غادي نطيب فيها دابا الدجاج. عندي معلقه القرفه، عندي هنا العطريه ديال الدجاج، سكينجبير، الخرقوم، وعندي هنا الملحه. ما غاديش نديرو بزاف لان الدجاج راكم عارفين مرقد في الملحه. عندي هنايا اللي ما عندوش الزعفران شعره، غادي ندير انا هاد ضامه ديال كنور ديال الزعفران حتى هي زوينه. واحد طريقه السمن، وعندي هنا واحد ثلاثه الحبات ديال الثومه. بالنسبه للبيض في هذا القياس غادي ندير 8 حتى 10 ديال البيضات سنيده. باش غادي نطحن غادي ندير غير واحد زليفه صغيره باش غادي نطحن اللوز ديالي. من بعد ما غادي نديرو في الماء وغادي نفسخو ونقليه. المهم انا غادي نحاول نشارك معكم لي ديطاي كاملين باش يكون الفيديو واضح. يلا دابا ندوزو لطريقه التحضير. قبل ما ننسى خديت انا كيلو ديال الورقه، المهم الا بقات شويه ماشي مشكل. جات هي هذيك مرحبا. غادي نبداو بالبصله، غادي ندير الدجاج ديالي. ها نتوما خليت غير الهبره، كنتمنى تكون الصوره واضحه. جيت بالنسبه للقزبر ومعدنوس، انا حيت كان عندي باقي طري كان مغسول البارح قطعته، دونك ما غاديش نديرو كامل، غادي ندير غير الكميه، واللي بقى راه غادي نديرو كونجيلاتور. ستايلا راه كتبغي شويه ديال العطريه مقامة. البنات باش منكرش حوايجي ندير الطابلية المعلومة. غادي ندير دابا السمن، ثومة، ملحة، نديرو كنور، هادي كطلق واحد البنة زويونة. ولا مبغيتوش ديرو هاد كتوقع مسألة اختيارية. معلقة ديال القرفة، هاد العطرية كتزيد تاهي تتلدد لينا هاد البسطيلة. سكينجبير،
عينكم ميزانكم. المهم انا كن تقريبا واحد جوج معلقة ونص صغار الخرطوم، واحد معلقة ونص. ما البنات راه ما درت لا ما لا والو، راه البصله ديجا كطلق الماء ديالها. من بعد ما غسلت اللوز كيكونوا فيه بعض المرات واحد العويدات، مهم نقيتو وغسلتو. دابا غادي نديرو فواحد الكاسرونه يغلى ليا واحد شويه باش نفسخو. وقليناه بالنسبه للربعه ديال اللوز، غادي نطحنها مع واحد زليفه صغيره ديال السكر سنيده، ولا القياس ديال كاس العنبه. الا كانت عندكم المسكه الحره حتى هي دقوها شويه حتى هي كطلق واحد، المهم كتجي بنينه كيجي بنين اللوز. بالنسبه للدجاج ديالنا من بعد ما تسقطر مزيان في ديك الشبيكه، دابا حيدت له العظيمات وفرستناه مزيان، قطعناه هكا وزدت قطعته بالمقص لانه كان سخون. هانتوما دابا غادي نديرو البيض. البيض ما كديروش كلشي مره وحده، كتبقاو ديروا وحده بوحده. كنحبكو هي كتبان لينا شويه بدات كتجمع، كنزيدو ثانيه كنبقاو غاديين على هذه الطريقه. ايوا الغزالات ديالي المكونات ديال البسطيله كلهم واجدين. من بعد ما طفيت البوط على هذه الحشوه او هذا الخليط ديال البصله والبيض، درتهم في واحد الشبيكه يتسقطرو. علاش كنقول لكم من الاول ما ديروش الماء، هانتوما شوفوا شحال ديال المرقه اللي غادي نحيد، يعني ما تخافوش راه البصله كتكون قصيره كتطلق الماء بزايد، وما تنساوش الربيع راه كاع هاد المكونات كيطلقوا الماء. خديت واحد المعلقه كبيره، معلقه ونص ديال اللوز، زدتها للدجاج وكنخلط باش كيجي هاد اللوز معلق كيجي لذيذ. وغادي نتسنى هاد الحشوه ديالي تسقطر ونطلقوا مع الطريقه ديال التعمار ديال البسطيلات. وما تنساوش تكون عندكم الزبده ضروري ذوبوها، باش غادي نوريكم الطريقه ديال التعمار.
وبالنسبة للتزيين كل واحد على حسب اشنو متوفر عنده في البيز. واش ديروا الطريقه البلديه دهنوها بالعسل وديروها بسكر دلاسي والقرفه، تقدروا ديروها بليزامون ايفيلي، كل واحد اشنو عنده في البيت ديالو. انا غادي نشوف شنو موجود. دابا غادي نشارك معكم الطريقه ديال التمر. ها هي الوريقه، من الاحسن بغيتو ديروا بسطلات صغار خدوها صغيره. غادي تشوفوا بلاصه رطبه هي اللي على برا والحرشه هي اللي الداخل. المهم انا خديت هاد الزليفه، وخا هاد الزليفه كبيره ما لقيتش هذيك اللي مولفه كنعمر فيها، مي ماشي مشكل. غادي ندير انا غير القياس، كدوب واحد شويه ديال الزبده كديروها في الاول باش كتجي مقرمشه. ديروها بيديكم، ديروها بشويته بالمعلقه. كديروا اللوز هو الاول هانتوما على هذا الشكل، باش ملي كتقلبوها كيجي اللوز من الفوق. شويه تاخذوا الحشوه طفالي التليفون، قلت لكم كتاخذوا الحشوه ديال البيض والبصله كديروها فوق اللوز. والمقياس ديالكم كدير واحد الزليفه فيها شويه ديال الماء والطحين، وكتبقاو تسدو بهذه الطريقه. تخافوش من الورقه حتى كتجمع لكم، واصلا هذه ورقه صغيره تقدروا ما ديروهاش الا كانت مزيته بزاف، تقدروا كان فيها الزيت، حيت انا عندي هذه الورقه ناشفه ما فيهاش الزيت بزاف وما كتقطعش، دونك ضروري خصني نسدها. غادي تبقى تحل ليا ملي كيكون فيها الزيت ما كندير ليها والو، كتسد. كنقلبو هكا هانتوما ها بسيطلات صغار، كون راه حاولت نجيبهم صغار واخا هانتوما شوفوا الزليفه اللي كنخدم بها راه كاينه صغار من هذه. وكنكملو قلت لكم الوجه الرطيطه على برا واللي كيكون حرش لداخل كيبانش كيبقى لداخل، اي العيوب كاملين خصهم يبقاو لداخل، حيت هذاك الوجه كيكون كيبري كيجيب الوجه ديال البسطيله مزيان. كنديروا الزبده واحد شويه بهذا الشكل هانتوما، كنظن راه كيبان. ديروا واحد شويه ديال اللوز، كتاخذوا الحشوه ديال البيض صافي، وكتجمعوا الوريقه لهذا الشكل لهذا الشكل. ديروا شويه ديال الماء والطحين، كنسد وكنسد. ها انتم غادي نقرب الكاميرا باش يبان لكم. هما اللي عندنا موجودين، كيجيو البنات لذاذ ورائعين ضروري تجربوهم، واللي جربتهم فيكم تخلي لي تعليق. وهنا غنكون وصلنا لنهايه الفيديو، ما سخيتش بكم ان شاء الله مع فيديو جديد
وما تنساوش بارتاجيو لا فيديو مع اصحابكم واحبابكم، وما تنساوش ديروا لي لايك وتخليوا لي تعليق، والى فيديو مقبل ان شاء الله، والسلام عليكم.